الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه عند الموت: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. عنوان خطبة اليوم: لا تجزع إذا لم يسرع الله نقمته في الظالمين. أيها الإخوة، يشتد أذى الصهاينة المجرمين وحلفائهم الفاجرين الكافرين الغربيين على إخواننا في فلسطين ولبنان، وامتدت يد إجرامهم إلى أهل البلد. ورأى العالم أماً تدفن ولدها، وأباً يزيح الركام عن رأس ابنته، وزوجاً ينعى زوجته وأولاده، وأخاً يرثي أخاه وجاره، وطفلاً يبكي حيه ومدرسته، وطبيباً محاصراً في مشفاه أو متأسفاً لتدمير الصهاينة لها. فيسأل المؤمن ربه يقول: متى نصر الله؟ ويضطرب آخرون فيقولون: لماذا يتركنا الله؟ ولماذا يؤخر انتقامه من الظالمين؟ أليس الله موجوداً؟ أليس قادراً قوياً؟ أليس العباد عباده؟ أليسوا مؤمنين؟ أليس أولئك كفر فجر؟ أما استنزال المؤمن النصر من ربه واستعجاله له فهو أمر مشروع. ففي صحيح البخاري عن خباب رضي الله تعالى عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ كثير عم نتعذب، عم بيضايقونا، عم بيحرقونا، عم بيحاصرونا، عم بيجوعونا، عم بيقتلوا منا، ألا تستنصر لنا؟ صحابي هؤلاء، ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. في يوم سيأتي من الأيام هذا الدين سيعم في كل الدنيا، هكذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام سيظهر، المسلمون سيظهرون، بعز عزيز أو بذل ذليل، رضي من رضي وكره من كره، لأن الخير قدره هو الذي سيبقى في هذه الأرض،
ولأن هذا الدين خير هو الذي سيبقى ولو كره الكافرون، ولكنكم تستعجلون. ويخبر الله تعالى في سورة البقرة أن المؤمنين حين يمسهم البأساء والضراء يستبطئون النصر، فيأتيهم تعزيز اليقين بقربه، ما تخافوا 100% منتصر الحق. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يصير المؤمن يستعجل النصر ويستنزل نصر الله تعالى ويدعو بنصر الله تعالى ويرقبه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يأتي الجواب من حضرة الله: ألا إن نصر الله قريب. فنصر المؤمنين والانتقام من المجرمين حق، وهو ثابت، أوجبه الله تعالى على نفسه وعلى ذاته العلية، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا من المجرمين منتقمون، ولكن الله سبحانه وتعالى يختار بحكمته الكاملة زمان النصر ومكانه ورجاله وطريقته. وما على المؤمنين إلا أن يطمئنوا لوعد الله تعالى ووعيده، ويعقلوا سنن الله تعالى في النصر والتداول والتدافع، ويصبروا على البأساء والضراء، ويثبتوا على الحق الذي يحملون، ويناجزوا عدوهم ويرهبونه، الصاع بالصاع والكيل بالكيل. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. النصر حق ثابت، طلع القرار، أوجبه الله تعالى على نفسه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا من المجرمين منتقمون. ما على المؤمنين إلا أن يطمئنوا لوعد الله تعالى ووعيده، وإلا أن يثبتوا على الحق الذي هم فيه، وإلا أن يعقلوا سنن الله تعالى في النصر والتدافع والتداول، وإلا أن يجاهدوا فيما استطاعوا عدوهم ليرهبوه وليزيلوا شوكته ودولته. وبعد هذا ينتظروا ويصبروا حتى يأتي فرج الله. فسؤال المؤمن ربه تعجيل النصر مع اطمئنانه به وفهمه لسننه وإعداده عدته يبقى سؤالاً مشروعاً مرضياً، وهو يختلف عن سؤال من اضطرب فقال: أين الله؟ ولماذا الله لا يساعد المظلومين؟ ولماذا يتركنا الله؟ ولماذا يؤخر الله انتقامه من الظالمين؟ ولماذا لا نرى أفعاله في إغاثة المظلومين والانتقام من الظالمين؟ ولماذا يترك الله سبحانه أهل الباطل والظلم والفساد يعيثون في الأرض فساداً؟ فيبطشون ويقتلون ويدمرون ويفتنون المؤمنين، لماذا لا يأخذهم حالاً؟ الجواب أيها الإخوة أن ذلك منه سبحانه وتعالى لحكم جليلة وغايات عظيمة، سأذكر لكم في الخطبة 10 منها، وإلا هناك عشرات. فعل الله تعالى كله حكمة، عطاء الله كله حكمة، منع الله كله حكمة، كل فعل من أفعال الله تعالى كمال. سأذكر لكم 10 يسمح بها الوقت. لماذا يؤخر الله؟ لماذا الله لا يتدخل مباشرة كما يأتي على خاطر بعض الناس؟ لماذا هؤلاء المؤمنون يقتلون يؤذون وأولئك الفاجرون يتركون؟ سأذكر لكم 10 من هذه الحكم يسمح بها المقام، على أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل. مو نحن بدنا نسأل الله لماذا لا تفعل، هو بده يسألنا لماذا فعلتم ولماذا لم تفعلوا. نحن الممتحنون وليس هو جل جلاله الممتحن، على أن الله تعالى سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو المالك سبحانه وتعالى، وللمالك أن يتصرف في ملكه كيف شاء، وكل أفعاله وأقواله حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فمن حكم تأخير الله تعالى نصر المؤمنين وإهلاك الفاجرين، أولاً إظهار الله تبارك وتعالى لعباده حلمه وصبره. الله من أسمائه الصبور، الله من أسمائه حليم،
يقدر الله تعالى بقاء الباطل وأهله لأنه الرحمن الحليم، يمهل الظالمين والطغاة والمتكبرين ولا يأخذهم مباشرة، بل يصبر عليهم لعلهم يتوبون عن غيهم وظلمهم وكفرهم. قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فانظر إليهم يفتنون المؤمنين في دينهم ويمهلهم ويحلم عنهم ويصبر لعلهم يتوبون ويرجعون. تعرفوا قصة أصحاب الأخدود؟ حفروا أخدود بالأرض وشعلوا نار وصاروا يجيبوا المؤمن يمسكوه هيك يقولوا له اكفر بالله، ما بيكفر بزتوه بقلب النار. يجيبوا المؤمنة اكفري بالله، ما بتكفري من زتك بالنار. مع هذا أمهلهم الله، بركي بيتوبوا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، قال الله ثم لم يتوبوا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أما لو تابوا، لو آمنوا بلا إله إلا الله، لو انضبطوا بأمره لعفى عنهم وسامحهم. فتأمل إذا كانت هذه معاملة الله تعالى الطغاة والمتكبرين والظلمة، فكيف تكون معاملته لأهل الإيمان؟ وإذا علم المؤمن ذلك زاد طمعه في رحمة الله وفي جود الله وفي كرم الله. وهذه أول حكم تأخير الانتقام من الظالم. ثانيا، اختبار أهل الحق. بصير تدخل كلية الطب بدون اختبار يا أخ؟ بصير تنجح بالبكالوريا بدون اختبار؟ بقدر سلمك الصندوق بالمعمل تبعي بفوت علي ملايين أنا، سلمك الصندوق بدون اختبار؟ في عاقل بالدنيا بيرفع إنسان بدون اختبار؟ يريد الله تعالى أن يختبر أهل الحق، يقدر الله بقاء الباطل وأهله اختباراً لأهل الحق. فالله تعالى يختبر أهل الحق بأهل الباطل، يختبر صبرهم وإيمانهم ويقينهم وجهادهم. فإن وجد الصبر كان معه كل خير. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. مو بس صبر، ما بيكفي تصبر، وصابروا ما بيكفي تصابر، ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ومن معاني التمحيص الاختبار. ثالثا، لماذا لا يسرع الله في نقمته أو نقمته من الظالمين؟ لأن الانتصار بعد اليأس له طعم خاص. الانتصار بعد اليأس له طعم خاص. يقدر الله بقاء الباطل وأهله لينصر الله حزبه من أهل الإيمان وهم في غاية الضعف، وقد انقطعت بهم الأسباب واشتد عليهم الاضطهاد وليس لهم إلا اللجأ إلى الله، فينصرهم الله على عدوه وعدوهم في وقت لا يتوقعون فيه الانتصار، فيكون للانتصار مذاق آخر. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أكيد هؤلاء المجرمون سينزل بهم بطش الله تعالى، بس أنت ما عليك إلا أن تفهم سنن الله، أن تطمئن، أن تصبر، أن تعمل ما تستطيعه. رابعاً، لتظهر بطولات أهل الإيمان، يقدر الله بقاء الباطل وأهله لتظهر بطولات أهل الإيمان. فهذا الشهيد الساجد، عمركم سمعتوا شهيد ساجد؟ بس الآن رأيتموه في غزة. وهذه المستعدة للموت في سبيل الله ولو فقدت في سبيل ذلك جميع أولادها. إحنا كنا نسمع بكتب السيرة وبعض الناس والتاريخ والتراجم، بعض الناس يقولوا مو معقول، مو معقول هذا، هيك نسج خيال، وإذا بنا نرى الخنساء بيننا موجودة في غزة. لتظهر بطولات أهل الإيمان، وهذا الصائح بغيره لكي لا تخور عزيمته، يقول كلنا مشروع شهيد شبك. وهذا الثابت فلا يبدل ولا يغير مع وجود البلاء والمحن. وهذا المتحمل للبلاء والاضطهاد كالطود الشامخ، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الله بده يمتحن أخبارنا وأفعالنا وأعمالنا. من فوائد تأخير إنزال نقمة الله عز وجل بالظالمين أن الله عز وجل يريد أن يظهر بطولات أهل الإيمان. خامساً، إظهار قوته عز وجل
وذلك عندما يأخذ الباطل وأهله وهم في تمام صولتهم وجولتهم وقوتهم وجاههم، وقد اكتملت أسبابهم وارتكزت وقويت دعائمهم، فيأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فتظهر قوة الله عز وجل وعزته عندما يقسم الطغاة في عز صولتهم وارتفاعهم. سادسا، لماذا يؤخر الله تعالى نقمته من الظالمين؟ يتخذ الله ويصطفي شهداء، يقدر الله بقاء الباطل وأهله ليجتبي سبحانه وتعالى شهداء يموتون في سبيل الله، فيجازيهم الله تعالى الخير الكبير الذي لا تقوم له الدنيا. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. سابعا، لماذا لا ينتقم ويسرع الله تعالى نقمته من الظالمين؟ تكفير السيئات ورفعة الدرجات، يقدر الله بقاء الباطل وأهله ليكون ذلك تكفيراً لسيئات المؤمنين ورفعة لدرجاتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فهي رتبة عالية للصابرين على البلاء المجتهدين في دفعه ما استطاعوا. ثامنا، تنقية الصف المؤمن من أهل النفاق. خلي يبان من يتعامل مع الكفر الفجر، خلي يظهر من يوالي ويناصر أهل الضلال، خلي يعرف الناس من يتمسح بالدين وليس من أهل الدين، كذاب أشر. يقدر الله بقاء الباطل وأهله ليفتضح أهل النفاق ويظهر وجههم الكالح وموالاتهم للكفار وتثبيطهم لصف المؤمنين الموحدين، فيظهر نفاقهم في أفعالهم وفي لحن قولهم، فيفضح الله مكنون صدورهم وقلوبهم العفنة. تاسعا قبل الأخير، البلاء يصنع الرجال كما تصنع النار الحديد. إن البلاء مصنع الرجال، ولذلك اختار الله تعالى لسيد الرجال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العيش الشديد الذي تتخلله الشدائد منذ صغره. مات أبوه، الله يشوفه كله بتعرفوه أنتم، بس فكر، مات أبوه ولد صغير، ماتت أمه، مات جده، مات عمه، رعى الغنم، اشتغل بالتجارة، أوحي إليه، عداه الأقربون، قلاه الأبعدون، حاصروه، عذبوه، أخرجوه، حاربوه. كان الله تعالى يهيئ سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم بهذه الشدائد وبهذه التربية لأجل المهمة العظيمة التي اصطفاه لها، وهي النبوة والرسالة. وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عاش أغلبهم في شدة العيش والبلاء تربية من الله تعالى سبحانه لهم لحمل لواء الدين وحمل هذه الرسالة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وليبلغ هذه الرسالة. عاشراً وأخيراً، لماذا لا يسرع الله عز وجل نقمته من الظالمين؟ لتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى. أنت تعلم من نفسي ومن نفسك ومن حالي ومن حالك، عندما تمرض يرق قلبك وتكثر ضراعتك، عندما تفتقر يرق قلبك وتكثر ضراعتك، عندما تنكسر يرق قلبك وتكثر ضراعتك، عندما تكون مضطرا إلى شيء يرق قلبك وتكثر ضراعتك، عندما تحتاج مبلغ مالي لأمر ضروري وليس بين يديك يرق قلبك وتكثر ضراعتك. أحياناً هذا البلاء، هذا الشدة يحمل في داخله خير كبير، هذه الضراعة وهذا الانكسار بين يدي الله والانطراح على بابه خير من الدنيا وما فيها. وقسوة القلب أصعب عقوبة يعاقب بها عبد. لماذا لا يسرع الله نقمته من الظالمين؟ لتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى. يقدر الله تعالى بقاء الباطل وأهله ليزداد تعلق قلوب المؤمنين بالله عز وجل،
فالإنسان عندما تضيق عليه الأمور ويزداد تعلق قلبه بربه سبحانه وينتظر الفرج من ربه وخالقه ومولاه، ولا سيما إن طال البلاء، تعلق القلوب بالله. عندما يضعف احتمال مساعدة الخلق لك ويقل النصير، فإنه لا ملجأ لك إلا إلى الله سبحانه وتعالى. عندما تعلم أنه لا مفر ولا مخرج لك من البلاء إلا بالله سبحانه وتعالى، يعلق قلبك بربك. فكم من عبد علق قلبه بالله سبحانه وتعالى بعد البلاء؟ فسبحان رب العرش العظيم. أيها الإخوة، هذه عشرة من حكم لماذا لا يسرع الله عز وجل نقمته من الظالمين، وهذا غيض من فيض في هذا الجواب على هذا السؤال. وإلا هناك حكم كثيرات، ربما إذا أردت أن أجمع أحتاج 4 خطب 5 خطب 6 خطب كلها بهذا الاتجاه. لنتيقن، يعلم أحدنا يقينا أن الله حكيم وأن أفعاله حكمة، يجتهد ما استطاع بدفع البلاء، يعد المسلمون العدة، يقارعون عدوهم ما استطاعوا، لكن تطمئن قلوبهم بأن الله لا يختار لهم إلا الخير وأن العاقبة للمؤمنين. فلا تجزعوا أيها الإخوة، واطمئنوا واستعدوا، واسألوا الله النصر للمؤمنين والهلكة للكافرين. وإذا كان يوم النفير فكونوا من أهله، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.